الأمهات حكاية من التراث السويسري. نحن الآن في غابة من غابات بوهيميا. ماكس، ماكس، أين أنت ماكس؟ أنا هنا، لقد وجدت لك وردة بيضاء، كيف ترينها؟ أليست رائعة الجمال؟ رائعة حقا، شكرا لك، سوف أحتفظ بها. ماكس، علمي أنك سوف تكسب مسابقة الرماة غدا؟ لا تقلقي، سوف أفوز بالسباق وذلك من أجل حبنا. نعم، على ماكس أن يكسب الرهان، وذلك لأن والد أجيت قد أعلن أمام سكان القرية بأن الفائز في هذه المسابقة سيحصل على يد ابنته، وقد كان ماكس أفضل رماة القرية. آنسة أجيت، آنسة أجيت، لقد حان موعد العودة إلى القلعة. حسناً، أنا أيضاً سأعود إلى البيت وأهيئ نفسي. حظاً سعيداً يا ماكس. شكراً لك، أشعر بثقة أكبر. سأراك فيما بعد، مع السلامة. لقد تأخر يا سيد كيليان، أين هو؟ لابد وأنهم يمرحون مع بعض، ولكن لن يفلتوا مني. ها هو لقد عاد. لا تخف، سوف أنجح، ولن أفشل أبدا. الآن عمل رائع، سأكون الفائز غدا. بالفعل يا سيدي، أرجو أن لا تنسى إذا نجحت وأصبحت المسؤول أن تعطيني مكانا رفيعا. نعم، مكانا رفيعا كما تحب. أكيد الجميلة ستكون لي، ولن يحصل عليها ماكس. هذا صحيح، لقد كان كيليان راميا جيدا، وكان فوزه متوقعا في حالة عدم مشاركة ماكس في المسابقة. ماكس، وأيقظه الصوت الذي نادى باسمه، فشاهد جسما غريبا لم يشاهده من قبل يقف فجأة أمام عينيه. لقد أصيب كتفك إصابة بليغة. من أنت؟ من؟ أنا سميل المتحكم بهذه الغابة. المتحكم؟ نعم، أنا المتحكم بها. ماذا تريد مني؟ سأخبرك باسم الشخص الذي أصاب كتفك. من هو؟ من؟ أنت تعرفه جيدا، إنه كيليان، ثاني أحسن رام في القرية. ماذا؟ نعم، لأنه يرغب بيد إيجيتا. كلا، غير معقول، كلا. لم تصدق ذلك؟ لن تتمكن منه بعد أن أصيب كتفه. ماذا أفعل؟ عليك بالاستسلام. أوه، كلا، لن أترك أجيتا تذهب إلى الجبان. كلا، لن أفعل ذلك. حسنا، ماذا ستفعل؟ لا أدري. عليك بالاستسلام يا ماكس. انتظر، أرجوك، هل هناك حل؟ أخبرني إذا كان هناك حل، أرجوك. هناك شيء واحد. ما هو؟ أخبرني، أرجوك. نعم، استعمل الرصاصة العجيبة، وهذا هو أسهل الطرق وأحسنها لك. الرصاصة العجيبة؟ نعم، الرصاصة العجيبة لن تخطئ الهدف أبدا، امضي بها وستفوز. هيا بي يا ماكس. هيا تشجع. حسنا. رائع، أنها رائعة. ماكس، بهذه الرصاصة العجيبة سوف تصيب جميع الأهداف السبعة غدا. ولكن هل ستعطيني سبع رصاصات عجيبة؟ نعم سأفعل، وسوف تكون الفائز بالتأكيد، وذلك بفعل رصاصات عجيبة. هل هذا صحيح؟ بشرط أن ترمي ما أطلبه منك في الرصاصة الأخيرة، ولا تعصي أمري أبدا، لا تنسى ذلك. ولكن ماذا تقصد؟ أخبرني. انتظر جوابي في الغد، حافظ على وعدك يا ماكس. شكرا لك، أشكرك. بشرط أن ترمي ما أطلبه منك في الرصاصة الأخيرة.
علمت أجيت بأنها تحولت إلى حمامة بيضاء وقد أصابها ماكس وأسقطها، فاستيقظت مرعوبة. وحان وقت المسابقة، على المتسابقين إصابة الهدف الذي يحدده والد أجيت، والفائز هو الذي يسجل نقاطا أكثر، وسوف تكون هديته يد أجيت. كان المنافس الوحيد لماكس هو كيليان، وهو الآن في أحسن حال إذ تمكن من إصابة جميع الأهداف. هاي، لقد أصاب الهدف للمرة الخامسة، للمرة الخامسة. صوب هناك. بسيطة، الرمية السادسة. لقد أصاب الهدف أيضا، والآن الهدف الأخير. يعيش يعيش كيليان، يعيش كيليان. هنا. صوب الأرنب، الرمية السادسة لكيليان. تعال أيها الأحمق، يا سيدي يا سيدي، لماذا لم تفتح لي شيئا كهذا؟ تكلم تكلم تكلم. أنا آسف أنا آسف يا سيدي، كنت منفعلا، ولكنك قد أصبت 6 أهداف وسوف تكسب الرهان. طبعا لن يستطيع ماكس أن يصيب هدفا واحدا. أنا سأجيت، سوف يبدأ سيد ماكس بالتصويب. حسنا. أنت متعبة جدا، هل هناك سبب لإزعاجك؟ لقد كانت أجيت منزعجة ومتعبة بسبب الحلم الذي شاهدته ليلة أمس، وبسبب احتفالات الزواج القادمة. آمل أن لا يصاب ماكس بأذى. ماكس عزيزي ماكس، حافظ على حبنا وعلى الوردة البيضاء. السيد ماكس. جاء السيد كيليان. ها هو ماكس، إنه قادم إلينا، إنه قادم. أطلق. لن يصيب الهدف. لقد أصاب الهدف. ماذا؟ ماكس يصيب كل هدف يصوب نحوه، فالرصاصات العجيبة لا يمكن أن تخطئ الهدف. الإصابة الرابعة. يبدو أنهم مرحون. هل ماكس بخير؟ لنذهب ونشجع ماكس، هيا. ماكس أرجوك لا تخطئ الهدف. وركضت أجيت إلى الغابة بسبب قلقها على ماكس. الإصابة الخامسة. ارمي هناك. ماذا جرى؟ لقد أصابت الرصاصات العجيبة جميع الأهداف التي حددها السيد، وبنفس الوقت كان المتحكم في الغابة ينتظر دوره ليأمر ماكس بتصويب الرصاصة الأخيرة وبالاتجاه الذي يحدده. ماكس انتظر لحين إطلاق الرصاصة الأخيرة. الإطلاقة السادسة. الغزال. أصابها. وأخيرا لم تبق سوى إطلاقة واحدة، وكان المتحكم ينتظر دوره ليصدر الأوامر. ماكس لقد آل الأوان لتنفيذ وعدك. كان المتحكم قد خطط لقتل أجيت حبيبة ماكس بالطلقة الأخيرة. كان يكره الجمال، وقد أغاظه حب ماكس لأجيت، لذا عزم على تحطيم سعادتهما. ولهذا السبب أعطى الرصاصات العجيبة إلى ماكس ليقتل أجيت المحولة إلى حمامة بيضاء. الهدف الأخير، الحمامة. حاضر. أجيت. أجيت حبيبتي، ماذا جرى لك؟ أجيت سامحيني يا أجيت، أنا آسف. ماكس، الوردة البيضاء التي أهديتها لي أنقذت حياتي. نعم، الطلقة التي أصابت الوردة البيضاء على صدر أجيت لم تقتلها، وإنما قتلت ساميل المتحكم. وهكذا انتصرت إرادة الحب الصافي على التحكم والشعوذة. وفرح سكان القرية لانتصار إرادة الحب، وباركوا زواج ماكس من أجيت، وعاش الجميع في سعادة وهناء.